النهارده، وقفتنا ليه النهارده؟ وقفتنا علشان المعتقلين النشطاء الثوار اللي اعتقلوا امبارح في اسكندريه، وليس فقط الاعتقال، ايضا في ناشطه تم التحرش فيها جنسيا على ايدين الداخليه وقطعوا لها هدومها امبارح. المحامين الاسماء بالكامل: مهنور المصري، ناصر خطاب، يوسف شعبان، محمد ممدوح، محمد عز الرجال، محمد رمضان، سلوى بشير، هبة السيد، محمد مصطفى، محمد سالم، إيهاب لبيب، محمد المغربي، ومحمد حافظ. احنا طبعا ما نعرفش كل الناس دي، بس كلهم نشطاء ونشيطات، رفاق ورفيقات من اللي شاركوا في الثورة المصرية، مش بس من أول يوم، من الناس اللي كانت بتقود النضال في اسكندريه سنوات وسنوات قبل سقوط مبارك. انا اعرف كذا واحد منهم، للاسف بعرفش الجميع، ولكن الزميله برضو اللي قالت عليها الاستاذه بسيده هي رنوه، وهي اللي تم التحرش بيها والاعتداء عليها اثناء ما كانت بتجري من قوات الامن المركزي قدام جوزها اللي هو يوسف شعبان، برضو واحد المقبوض عليهم. علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت، صوت الثورة مش هيموت، صوت الثورة مش هيموت، عمر السجن ما غير فكرة، عمر السجن ما غير فكرة، عمر القهر ما أخر بكرة، عمر القهر ما أخر بكرة، ابني في سور السجن وعلي، ابني في سور السجن وعلي، بكرة الثورة تقوم ما تخلي، بكرة الثورة تقوم ما تخلي، ابني في سور السجن وعلي، ابني في سور السجن وعلي، بكرة الثورة تقوم ما تخلي، بكرة الثورة تقوم ما تخلي. أنا رأيي إن احنا النهارده في يوم زي أيام مبارك بالظبط، سلطة الإخوان المسلمين، سلطة الثورة المضادة، بتحبس في الثوار تحت ادعاء إنهم بلطجية، وبتحبس أي حد بيعبر عن رأيه، وبتتهمه بالبلطجة، وبتتهمه بالإهانة والإزدراء. ورسالة مختصرة إلى الرئيس مرسي: كل الشعب المصري بيهينك، وكل الشعب المصري بيزدريك، لأنك انقلبت على الثورة ولأنك الثورة المضادة. باطل، مكتب الشعب.